أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي انتشال جثث 5 محتجزين إسرائيليين من شبكة أنفاق تحت الأرض شمال قطاع غزة. وذكرت وكالة رويترز أن جيش الاحتلال لم يوضح ملابسات وفاة المحتجزين، حيث أكد كبير المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري أكد أن السلطات تنتظر نتائج فحص الطب الشرعي للجثث. وكان الرهائن 5 وهم 3 جنود ومدنيان من بين المحتجزين في غزة منذ 7 أكتوبر. פה זה מקלחת ושירותים, קיום, פחות שירותים, דלת.